والله منور نورك نورك منور انت حبيبي حبيبي. انت اول مره بتزورنا؟ اول مره اول زياره حبيبي. حاب اعرفك اخوي الكبير. والله لو سهلة اعتبرها نورتنا. اعتبرها صارت الزياره الاخيره. ما شاء الله كبير هذا. لا ما شاء الله عليه، هذا البكر مبين واضح. بحب اعرفك هون كمان برضو اخواني. ما شاء الله كل هدول اخوانك؟ يا زلمة طلع ما شاء الله عليهم زي الورد. كم اخ واخت انتو؟ 22 اخ يا زلمة. هذا بابا ديناصور. لا ما شاء الله ما شاء الله. انتو بس شكلكم جديد وراكبين التلفزيون. يعني يومين ثلاث. واضح من العدد. نهفة تتركنيش. والله نورتنا حبيبي نورك. عجبتك؟ لا ما شاء الله. مين هاي؟ هاي اختي يا زلمة. حلوة؟ لا يعني لا استغفر الله العظيم. ايش؟ بسم الله. لا والله اخوان مش 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 هيك القصد، يعني هي ما شاء الله حلوة يعني ما شاء الله. بظبط لك يا لا شو شكرا. بظبط لك اياها يا زمعان. جد شو هاي؟ يا رجل قول بظبط لك اياها. ديوسين انتو؟ لا شو بتحكي قاعد؟ اوبن مايند احنا. اوبن مايند. شو اعمل انا هسه المفروض؟ طلعك معه بالطش. اقول لك وعلى حسابي وحساب الشباب كمان. طبعا. ما شاء الله كان. يعني لا. شو؟ بدك تطلع مع خاوة؟ بطلع خلص، ايش بدكم انتوا بعمل؟ زي بدكم. يا زلمة شو مالك مستحي؟ اقول لك طلعتك على حسابي انا والشباب. خذ ها؟ بدك مصاري؟ هاي مصاري، اطلع وانبسط وهي ما راح تقصر معك. هاي مزحة، هاي شو الخفية بخرف، عرفتكم. مش عاجبك يا زلمة كمان مصاري؟ خذ يا عمي هاي فيزا عشان تنبسط أكثر، وقول عني عاطل، انبسط يا زلمة انبسط. انبسط. راح يطلع لك إشي قريباً أنت إن شاء الله. ليش مستغرب يا رجل؟ لا وين؟ إيش الغريب في الموضوع؟ تطلع مع أختكم وأحسابكم. شو بدك أحلى من هيك؟ طبعاً. ما شاء الله. مش عارف مستغرب يا زلمة. اطلع انبسط يا وحش. جد غريبة. يا زلمة زي ما قال لك انبسط يا وحش عادي يا زلمة. خلص انبسط شو يعني؟ يلا روح اطلع. سلام. جست يا بنت؟ يلا مع الأصل. شو مالي يا زلمة؟ ليه مستغرب؟ شو العيلة الغريبة هاي؟ بعرفش اعترفهم مع انهم مبينين اسلام. اخوان اسلام مع بعض. لا واضح انه ما شاء الله. ايش اسم الحلوة؟ فلسطين. اهلا وسهلا فلسطين، هلا فهمت ليش اخواني بعرفش اعترفهم.